كان يا رداد الشيخ عقاب خذانا بالغدر وذبح رجالنا لجل ما نقدر نغزيهم بعددنا. احنا بذكانا نقدر ندخل النص بيته، نعرف نقطة ضعفه ونذبحه بيها. وانا لجل هيك ارسلت له فجر. ليش ما علمتينا من قبل يا شيخة؟ كان ارسلتيني انا، انا ازهم بداله. لله يا رداد، لو ارسلتك وارسلت احد من رجال الديرة وكادنهم يشكون بيه ويظل تحت عيونهم، لكن حين تكون بنية يصدقوها وش ما قالت، وحتى لو كشفوها ما يتجروا ويذبحوها لأنها حرمة، بيش أضمن سلامتها. والحين يا رداد أريدك تكون مرسال بيني وبين سالم. أرسلته يرابط مكان قريب من ديرة الشيخ عقاب. أبشري طال عمرك، أنا روحي فدى بنات الشيخ سلطان. تسلم، هذا هو عهدي بيك، هذا عهدي بيك يا رداد. تسرحين وتمرحين على كيفك؟ تحسبين ما حد يردك؟ ما ناقص الا انت اللي ترديني. تكفين. انت ما تستحن على حالك، انت تصايحن مثل العيال. ذولا هن الفارسات اللي اريد اتفاخر بيهن بين العربان. نسيت ان القبور اللي الحين تنزف بسكانها؟ نسيت ان الثار؟ نسيت ان العدو اللي يمكن يخزينا باي لحظه؟ حساب عليك يا شيخه. نصري حسك ولا تهدي بالهرج. الشيخه ما تحب تسمع سوالفك الطرمه يا الهنوف. سموحة منش يا شيخ، مسحيها بيها المرة. إن كنت ترخصي لي طال عمرك يرخص لي أخوي رداد، أساعدكم تدريبي. ما يخالف يا رشود، ساعد رداد. استغفر الله العظيم. خلك ميتانك يا سالم ونشلاش لبجر. ارمي الخنجر من ايدك، ارمي. نفس مريد اسمع منك. وجاي تساوي بديرتنا هنا سالم؟ امش قدامي، امش. وش تسوين هاي؟ جيت ادور على خالي فرحه بس شكلها مش هون. ليه توخرتي؟ البنات رجعن من زمان. والله يا عمتي الشيخ اني ظليت الف وراهن وراقبهن من بعيد، ومن شفتهن معاودات للديره قلت خلنا ننتظر شوي لجل ما يشكين بي. زين، وش شفتي منهن؟ وش الاخبار؟ بعد ما لفن الديره يتمخترن وتمارسن قعدن على الغدير يساعد الحريم بالغسيل.
وش علي من الغسيل؟ هذه هي الأخبار؟ كم مرة نزول ما قلتك تظلي بالمحرم وما تطلعي منه؟ أنت ما تفهمي؟ ما تفهمي؟ أختنق أختنق يا نواف، حرام عليك، أنت ما تحس بي؟ أحس أحس حرام عليك يا نواف، حرام عليك تركني. أرجع لك بكل الناس يا قريبة الحياة. غوا، بسم الله عليك، شو مالك حبيبتي؟ غوا، انتوا الاثنين تتناوبوا على الرعي وما بي أحد يتغيب أبد، وانت تحفظ دورك وتساعد خويك، هذا هو شغلك بعد اللي تترزق منه. وهذا الهرج ما أريد أسمعه مرة ثانية. نزين؟ تأمري يا الشيخ. يلا شوف أشغالكم. استعدي، صوبي. على مشترك فين؟ اثبتي. اتركها لي يا رداد. سمعيني زين يا غزالة، ارفعي السهم وثبتي الوتر يطلبه، وشدي يدتش، طالعي قدامتش، غريمتش ياقف ويناظر لتشنه الذيب وعيونه تقدح شرار وحقد وغدر. استباح أهلتش وديرتش، تتركينه هي قتلتش؟ تتركينه؟ عفي عليكن يا بنات، عفي عليكن. خلك معاهم يرشو. أمري طالع. وايش قررتي يا شيخ؟ غيبة فجر طالت، ما اخفيك يا رداد، حس بالغربة بدونه، لكن ما اريد اسوي شيء واتسرع. عسى الله يوفقها وترد بساعة. غريبة مرة هذه البنية، لسانها طوله شبرين وعينها قوية، لكن يوم جت تطلق السهم يدها رشفت. هذه البنية يا رداد هي اللي يوم تصاوبت بالغزو لازمت الشق وسهرت على جرحك تالي الليل لين شفيت. هقوتي كل بنات ديرتنا ما قصرت،